توجه وزير الداخلية محمود توفيق يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة. وخلال الكلمة تقدم وزير الداخلية بأخلص التهاني وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية. وبهذه المناسبة نقل وزير الداخلية للرئيس السيسي نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز، مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن، داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي ويوفقه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصر الغالية.